صباح الخير اعزائي، اليوم سفرتنا الكابسيرات. وين مدام؟ وين بنزرت. سفره بنزرت وهذا الكابتن نبيل معلول معانا. هاي مدام نجيبه، هي قائده الرحله دائما. اليوم هي تقول انه اليوم ماتش الاعتزال، لكن ان شاء الله ما يكون اعتزال. ودول الشباب اليمنيين حبايب، اسامه وماجد ومحمود. هذا ايمن صديقي، اسامه وماجد ومحمود. محمود اسامه وماجد ومحمود. يا محمود رحلة جميلة، كيفك؟ لباس الحمد لله، لباس طيب ان شاء الله. طبعا اليوم هناك لما نروح راح نعمل شويه جو، لكن راح نعمل معكم مقابله، كل واحد بيتكلم عن الموقف المحرج اللي صار معه بتونس ان شاء الله. وعيش لحظة نشوف هذا الحلو الصغير. اسمعني مليح، هذه فريق وهذا فريق، صفة هذه فريق وهذه فريق. حبيبي زي الهوى، الهوى يا حبيبي. فوطة كبيرة السفارة ترفع القنطرة ويقعدوا مجيتين على اليمين وابنها من الاول والاخر. الجسر 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 المتحرك سمعتوا يا بتاع العربية يا عشبي يا عشبي يا اختي. قلت لكم هذول اللي على اليمين كانوا مشاهمين مارينا كيما نتاع مستير كيما نتاع سوسة. يا اخي وكالة احياء التراث تلقى فيه في الحفر يلقاو اثار وقفوا. لما نحكي على البرد كانوا بيشاملوا مرفأ سياحي. بيا سور المدينة القديمة وهذاك الميناء القديم على اليسار اللي احنا باش نعطوا بحذاه. نعم باش نعطوا بحذاه باش نعطوا عادي بنعمل دور. بالوما على بابي على بابي
يمشي هذا ولا تو يجي حطت يدكم حطت السوبر ماركت كلها معنا حطت السوبر ماركت كلها مختار والله اليوم الجمهوريه اليمنيه منوره يا مرحبا بكم بنزار يلا الجمهورية اليمنية احنا وين اليوم؟ لا بنزرت بنزرت؟ تو هذه المدينة القديمة لهنا احنا تو وصلنا لبنزرت راح نعملوا قهوة نشرب قهوتنا وبعدين نطلع الكابسيرات اسماني اكسبريس يا محمد ايش بك اليوم محمد؟ اللفة كبيرة أصلاً اللفة الكبيرة يا عمي والعالم كبير دكتور مختار منور اليوم نورك أخي ماجد محمد عباس أسامة محمود وأنا العراقي كيف مش عارف هذا الضبط؟ أسامة حاب يكون اليوم دليل سياحي والله الله غالب لكن الله غالب محمد عباس تعرف هاي البلاسة؟ نعم هذا المكان تعرفه؟ زرته قبل ما أعرف يسكو زرته متى بالملاك؟ هذه القلعة العام الماضي رمضان قبل 3 سنوات العام الماضي زرته هذه ساحة الدكتور علي بالكاهية بالكاهية طبعا احنا القصبة في القصبة؟ وينكم؟ صور هذا شنو هذا المدخل صدفة هاي صدفة ولا؟ هذه صدفة شوف الصدفة هاي من طنطل محمود صديقي طالب يمني يدرس بتونس العاصمة اليوم حب يتفرهد معانا المينا القديمة هذا المينا القديم هذه هاي المينا عندك بحرية يا ريس والبحر كويس يا ريس من مينا المينا يا ريس مدري الأسمينة طبعا أصدقائي احنا اليوم مدينة بنزرت وصلنا للمدينة القديمة وهذا الميناء القديم طبعا راح ألف لكم الكاميرا حتى تتعرفوا على الأجواء اللي احنا نعيشها واللي احنا متواجدين فيها الآن أنا والأخوة اليمنيين طبعا هذه أنا لفيت لكم الكاميرا حتى تشوفوا البورت القديم من الميناء القديم هذا لا طبعا هذه كانوا على أساس هاي قلعة بنزرت القديمة هذه وهذا السور الكبير وذاك اللي قدام على أساس كانوا يعملوا مدينة سياحية كما في ياسمين الحمامات لكن بيقولوا أنه الأماكن وجدوا فيها آثار أو كذا فلذلك أخروا البناء لحين ما يعملوا حسابهم هذا المكان شوفوا طبعا تونس بلد سياحي راقي واستقطب حتى الأوروبيين الأمريكان الأوروبيين بيجوا طبعا دول مو أوروبيين يمنيين الأوروبيين دائما يجوا هنا لأنه يفرق لهم الجو هنا يعني بالشتاء ينزلوا هنا يلا شباب خلاص بروفيشنال هذه تليفون لا هذه التليفون لكن اجدي دقة يعني لانه 19 ميجا بكسل يعني حاله من حال الكاميرات الاحترافيه
وين صاحبك اللي شفناه المرة الأولى؟ هذا الشيخ صريح متواجد اليوم في الميناء القديم يعيد الافتتاح. الله ليفتتحه مرة أخرى بعد عقبة بن نافع. يا الله يا الله. السلام عليكم شيخ صريح. محمد سامة شباب مبسوطين؟ مبسوطين مبسوطين. تعال يا عبد القاضي. تعال 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 يا اخ. تعال جلس جنب الشيخ الاسد. تعال جنب صريح. الفل صريح صريح جنبه. ركن ركن القاضي. كيف حالكم؟ لباس ولا فيديو يا شيخ؟ هذا فيديو. احنا ما عدنا صور. تو صور بطلناها هذه زمان. عادة قديمة هذه بدعة. دكتور يعني خلنا نشوف دكتور محمد حركات حركات اليوم. انا هو محمد حركات. الله 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 الله. محمد مبسوط؟ دكتور واحد اسف لباس الحمد لله الحمد لله. وهاي السفينة حتطلع بيها؟ إن شاء الله. إن شاء الله قريب. اليمن. نرحل فيها اليمن. لا لا جد بس يطلع يطلع. شوف لفين شوف لفين يطلع المد المد ويرجع بس لأنه داخل. كده محمد تعال شوف. كده. عمل. إيه. وشوف يعمله. في شيء نرمي حتى يطش. كله هنا ناس مو لا بس سلم على مساله الجسد الشطيب دنيا تعرف. لا انا شوف انا مره اذا كان عين عليه بس مشكله خربطه ناس ولا الشطه كذاب. يا قالك تعرفك انت برشا يقول لك انا عيني على سعدون مساعدون خربطه ناس خلاص ولا الشطه ساره هذيك حلوه اللي قامت تغني واقفه ساره. متى قالت؟ لا تقول له النازك. لا تقول له النازك. انت يمن في العراق. ما ادري يا دكتور برشلونه لانه كان شوف فيديو اكيد احنا كبرنا على الفوتوغراف.
ايام الصفر. الفوتوغراف هناك راح يكون. زوج نقول زوج. زوج. هو يقول لك في الباص الباص خلفي احبائي نحب نعدكم الاشتراك بقناه نازل.